وحوالي مليون متر مكعب مسطح كمساحه، وطلع اكثر من 4 5 محافظات في اسكندريه، ومشاكل الصرف والميه معروفه بتاع الجمهوريه. احنا بالنسبه لنا الحمد لله يعني حصل تقدم وطفره عاليه قوي في قطاع انشاء الصرف الصحي، بدايه من 1/1/16 بتولي السيد المحافظ خالد بن سعيد المحافظ الشرقيه، ان كان مخطط في 2015 و14 2014 كان قريتين بس دخلوا الخدمه الصرف الصحي، وجي 2000 عام 2015 16 دخل حوالي 4 قرى بس، في 2018 مخطط دخول خدمه حوالي 34 قريه صرف صحي، بواقع حوالي 16 قريه في كل سنه ماليه، وده انجاز ورقم كبير قوي. عندنا اجمالي عدد القرى 511 قريه على المستوى الشرقيه، كان نسبه التنفيذ لغايه 1/1/16 2016 14%، بواقع 70 قريه فقط لا غير بس. هنوصل ان شاء الله 30/6/18 حوالي 5 ان شاء الله، نوصل بالتغطيه 47% نهايه 30/12/2018. طب جميع المدن بالكامل تم تكون الخدمه الفعليه بخدمه الصرف الصحي، في ما عدا مدينه مشات ابو عمر، دي اتحولت من قريه الى مدينه حوالي من 3 4 شهور، فبالتالي تم اسناد تصميم وتنفيذ الصرف الصحي مدينه مشات ابو عمر لشركه كير تبع الجهه السياديه لتصميم وتنفيذ بكميه اجمال المبلغ المتاح حوالي 150 مليون جنيه. تصميم وتنفيذ محطه معالج الصرف الصحي وكره العمليات الاداريه الاخرى كانت بتحل تاخر تصريح راي الصحه، موافقه الراي على سحب الميه، طرق، كل مركز معلومات، كل ده اتحل بالكامل بالتمرير. بالنسبه لقطاع مياه الشرب الحمد لله احنا وصلنا ان احنا معدل الرسوم الفرد وصل دلوقتي 180 لتر يوم، وهنخرج ان شاء الله من 2020 نوصل ل 250 لتر يوم، ده معدل الرسوم العالمي. ودخلنا خدمه في خلال سنه ونص في وجود ستلو خالد سعيد حوالي 7 مشروعات مياه الشرب بارقام عاليه قوي، منها محطه مياه فقوس، ايه، غسيل السوق، التابوري، تلرات، وجاري حاليا دلوقتي الشرقيه بواقع 600 مليون جنيه مع مصنع محركات تبع هيئه عمليه التصنيع، عشان نرفع نسبه عدد رسوم الفرد في شمال الشرقيه اللي هو ايه كان متدني شويه. الجنوب متغطي كويس قوي، وجالنا موافقه الحمد لله بالجنوب احنا نغذي قريه بردين بحوالي 95 مليون جنيه نحط 100 بالبيس، وهجري التنفيذ مش بيطلع عرض ان شاء الله يعني. وجاري دراسه عمل توسعات لمحطه مياه بني حسن طارق ابن زياد تم اعداد حوالي 15 بروتوكول باجمالي 2.5 مليار مشروعات بكر مع الانتاج الحربي والهرم التصنيع وجهات سيادية اخرى لرفع الخدمه الصرف الصحي والشرب قطاع الشرقيه. اشكركم.